نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ونروح لفقرة حدث في مثل هذا اليوم. الحقيقة أن النهاردة من الأيام أو من التواريخ اللي شهدت العديد من الأحداث اللي بترتبط بفنانين أثروا الحياة الفنية. في مثل هذا اليوم ميلاد سمراء النيل الفنانة الراحلة معالي زايد اللي اتولدت 5 نوفمبر. وطبعا الفنانة معالي زايد صاحبة رصيد سينمائي ودرامي طويل في السينما والتلفزيون المصري على مدار 36 سنة هو عمرها الفني. معالي زايد اللي ما يعرفش كمان اصل عائلتها هي من عائله فنيه. الحقيقه ان والدتها الفنانه الراحله امال زايد اللي ارتبطت في اذهاننا بامينه في السيد خالتها الفنانه الراحله جمالات زايد مرات العطار في فيلم سر طاقيه لخفه. فبالتالي هي شبت على حب الفن وعايشت منذ طفولتها اجواء فنيه. لكن والدها كان اللواء عبد الله المنياوي اللي بينتمي لحركة الضباط. نعم. الأحرار. أفندم لا لا كويسة هنشوف اللازم. مالك يا بنتي؟ سلامتك يا خالتي. انت يا بنت مش هتبطلي قلق بقى؟ اسمتي؟ لما جمعة كان مسافر كنت قلقانة عليه. طب ولما رجع؟ قلق زاد. ايه اللي قلقك بس يا بنتي قوليلي؟ جمعة. جمعة ماله؟ ما هو بخير وزي الفل اهو. خالتي في حاجة في جمعة مش عجباني. من أجمل الأدوار الحقيقة اللي قامت بيها الراحلة معالي زايد فاطمة في دموع في عين وقحة واللي استحقت أنها تحصل على تكريم عليه. معلومات كتيرة جدا مرتبطة بيها واللي ما يعرفش أن هي كانت بالأساس فنانة وكان ليها معارض فنية وكانت بتحلم أن هي كمان تكون فنانة تشكيلية ورسامة معروفة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. بنضم لينا عبر الهاتف من القاهرة الناقد الفني أحمد سعد الدين. صباح الخير يا أحمد. خير يا كريمة. صباح الخير. كلمنا بقى أكتر عن يعني أنا عارفة أن عندك قصص كتيرة جدا عن الفنانين ففرصة أنك معانا تكلمنا أكتر عن معالي زايد أسرار خاصة بيها وقد إيه هي شخصية طبعا قريبة من قلوبنا جميعا لكن نعرف تفاصيل أكتر عنها. هي طبعا الله يرحمها معالي زايد شخصية جميلة جدا وهي في الأصل فنانة تشكيلية وكانت بتحب الفن جدا وأول من اكتشفها كان المخرج نور الدبرداش الله يرحمه. لكن معالي زايد في حاجة مهمة جدا بالنسبة لإيه إن معالي تعتبر نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في السينما المصرية. إزاي؟ قبل معالي كان عندنا كل النجمات بيبقوا شقراوات. يعني دايما لازم تبقى البيضة شعرها أصفر أو شعرها جميل زي ما كان في نجلاء فتحي ميرفت أمين المجموعة دي كلها. معالي كانت سمرة ولكن هذا السمار تم توظيفه. يعني انا لو شفتي التاريخ بتاع ظهور معالي كان يتواكب كمان مع نجوميه احمد زكي بدايه نجوميه احمد زكي فهنا كان في بدايه جديده في تاريخ السينما بالنسبه للنجوم ان خلاص انا خرجت بقى من الشكل الجميل الى الشكل المعبر المصري 100%. وهنشوف ده مثلا في دموع في عيون وقحه. يعني اختيارها في دموع في عيون وقحه لم يكن محل صدفة ولكن يحيى العالمي كان عايز واحدة بمواصفات مصرية 100% وهي نجحت تماما في هذا الدور. يمكن الدور كتب باسمها خلاص. تمام. صحيح. بعد كده معالي يمكن دخلت في الأدوار الكوميدية وشفناها مع رأفت الميهي في سمك لبن تمر هندي. شفناها بعد كده لما عملت فيلم إن هي إزاي تتحول من امرأة إلى رجل. فده كان مهم جدا. تمام. عمل أدوار السادة الرجال طبعا مع كمان عمر عبد العزيز ومحمود عبد العزيز. فهنا معالي من حق الزوجة. هنا معالي قدمت أدوار كتير جدا ولكن الجميل إن هي ما كررتش أدوارها. صحيح. كل مرة بتقدم شخصية مختلفة. هنا بتقدم شخصيات مختلفة. على هذا الأساس بقول إن معالي سابت بصمة مهمة جدا في تاريخ الفن في مصر سواء كان تلفزيون أو سينما لأن هي بدايتها بداية سينمائية في البداية ثم بعد كده اتجهت إلى التلفزيون.
هي من الشخصيات القريبة جدا على قلوبنا جميعا، ربنا يرحمها. والحقيقة ان هي اثرت فعلا الفن وقدمت اعمال ذات بصمة مميزة. انا عارفة ان في حكايات تانية كتيرة جدا عندك يا احمد، لكن يعني من وقت للتاني كده هنحاول ان احنا نستفيد من خبرتك في هذا المجال ونستمتع بهذه القصص التي تعلم عنها الكثير، لكن وقت البرنامج انتهى. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني احمد سعد الدين، شكرا جزيلا لي. ومشاهدينا الكرام، نهاية حلقتنا من هذا الصباح، قدمنا لكم مجموعة من الفقرات، نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت أعجابكم ورضاكم. بكرة فريق عمل جديد من هذا الصباح، ابقوا معنا دائما على شاشة نيل الأخبار. دمتم في أمان الله.